يعطيكم العافية. احنا طلاب جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، معكم يزن جابر محمود ناصر مصطفى ترجاو. اليوم راح نقدم لكم مشروعنا عن مشروع مادة الإمبيدد سيستم اللي هو عبارة عن سولار باور كوليكتور. مشروعنا عبارة عن اوتو درايف كار. الثيوري تبعتها انه اذا كان في اضاءة بتنزل على ال دي ار، السيارة راح توقف وتبلش تشحن عن طريق السولار سيل، طبعا راح تشحن البطارية. اما اذا كان ما في اضاءة راح تتحرك لاقرب مصدر للاضاءة في الغرفة. اشرح لكم اليوم على الكومبوند اللي استخدمناها في مشروعنا. استخدمنا البيك 16F877A مع اوسيليتر 8 ميجا هيرت، واستخدمنا ال دي ار حتى تقيس شدة الاضاءة، واثنين ليد حتى يعطي انديكيشن للمستخدم عن حالة السيارة. استعملنا 4 التراسونيك سنسور حتى السيارة تتفادى اي جسم امامها، وواحد اتش بريدج حتى يتحكم في الفور دي سي موتور. بدي احكي اليوم عن الثيوري تبعت السنسور اللي احنا مستخدمينها بالبروجكت. اول شيء عندنا ال دي ار، هو سنسور بتغير ريزيستنس تبعته مع شده الاضاءه، مشبوك مع ريزيستنس 10 كي، مشبوك مع الفي اس اس 5 فولت، مشبوك من الجهه الثانيه على الجراوند عشان نعمل فولتج ديفيجن وناخذ منه سلك الاوتبوت داخل على البيك. هلا في كمان احنا ماخذين سلكين اوتبوت من البيك للال اي دي للانديكيشن ال اي دي عشان تعطيك انديكيشن عن حاله السياره. هلا اذا كانت قيمه ال دي ار اقل من 0.4 يعني ال LED دي الاخضر بكون شغال، السياره بتكون واقفه وعمالها تشحن. اما اذا كان قيمه ال دي ار اكبر من 0.4 ال اي دي الاحمر هو بيشتغل والسياره بتصير تتحرك عشان تدور على اقرب نقطه اضاءه. التراسونيك سنسور هون عباره عن ترانسميتر وريسيفر. اول شيء ترانسميتر ببعث اشاره بسرعه الصوت، برجع للريسيفر بيستقبلها. هلا من معادله السرعه بتساوي المسافه على الزمن، بنقدر نحسب الزمن بين الترانسميتر والريسيفر ومنه بنطلع المسافه اللي بعيد عنها الجسم اللي قدام الالتراسونيك سنسور. هلا اخر شيء هون بالبروجكت عندنا السولار سيل بانيل، هي 5 فولت 2 واط مشبوكة على بورت يو اس بي عشان يقدر نشحن منه تلفون او اي شيء فيه مخرج يو اس بي. هي عندنا السيارة بس يكون ما في شمس، السيارة تبلش تمشي وتدور على اقرب مصدر للشمس. هسه لو لقت السيارة شمس السيارة بتصف تبدأ شحن بالبطارية.